خلونا نجرب الآن نفحص موقع مثلا. بس هذا الموقع هو عبارة عن موقع يحمل ملفات EBK مود، يعني معدل عليها. طبعا لما تضغط داونلود راح يحول لك برضه هنا داونلود، راح يقول لك الآن انتظر حتى تحمل الملف. الآن شوف فين حولنا لهذا الموقع. هذا الموقع يقول لك طبعا بريفا يعتبر جدا ممتاز، سواله حظر على طول. هذا الموقع يحاول هذا الموقع ربط بعض بياناتك الشخصية بأحد ملفات تعريف الارتباط قبل عرض المحتوى. طبعا احنا قد ذكرنا من قبل خطورة ملفات تعريف الارتباط. سوي له كوبي مثلا، بعدين ما نضغط متابعة، نرجع نفتح توتال فيروس. توتال فيروس تفتح لنا الصفحة، عندك هنا ثلاث خيارات: فايل، يورل، سيرش. فايل هو إذا كنت أنت تبغى تفحص مثلا ملف واحد رسله لك تقوم تفحصه. اليورل هذا هو اللي يهمنا، اللي هو عبارة عن الموقع، اسم الموقع. هنا السيرش خاص بالاي بي ادريس وبالدومين والفايل هاش، هذا ما لنا فيها، ان شاء الله نشرحه في حلقات قادمة. نضغط سيرش، لاحظ النتيجة. سي رايدر قال لك انه هذا ماليشيوس، است قال لك مالوير، هيميدل سيكوريتي ماليشيوس، سيلوكوب اب ما ادري والله ماليشيوس، الفا ماونتنج سسبيش، فورس بوينت ثريد سيكر سسبنج. لاحظ ان هذا التوتال فيروس هو عبارة عن مجموعة من شركات برامج الفيروسات تفحص لك الملف. يعني اذا واحد قال لك مثلا والله انه فيروس وجنك النتيجة 2 3 4، فيعتبر ملف خطير. فهذه من الميزات الممتازة جدا في التوتال فيروس.